Johnny. الأخوات جميعا نحييكن أجمل تحية بمناسبة الثامن من آذار. نرحب بكن جميعا أخوات مناضلات من كافة فروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية. نقول لكن جميعا نرحب بكن جميعا ونقول لكن كل عام وأنتن بألف خير. كل عام وأنتن الماجدات المناضلات المرابطات. كل عام وأنتن القابضات على الجمر المتمسكات بالثوابت الوطنية المكافحات من أجل مجتمع يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة ويحفظ كرامة النساء. باسمكن جميعا نحيي كافة النساء الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن في الوطن وفي الشتات، في مخيمات اللجوء، في قطاع غزة الحبيب الذي يعاني مرارة الحصار. باسمكن جميعا نحيي أخواتنا المناضلات في سجون الاحتلال، أخواتنا المرابطات في الأقصى اللواتي يرسلن رسالة للعالم بأن القدس لنا كانت وستبقى هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني. نحن هنا اليوم لنرسل رسالة للعالم أجمع بأننا نواجه هذا المخطط الإسرائيلي الذي يرمي إلى تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، هذا المخطط الذي يسعى إلى تهويد القدس. نقول لأهلنا الصامدين في الخان الأحمر بأننا معكم، نحن معكم، نحن نرسل رسالة للعالم أجمع بأن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين. لن يستطيعوا محو هذه الحقيقة. الأخوات العزيزات، الثامن من آذار يأتي في ظل مرحلة سياسية ومرحلة يمر بها شعبنا ويواجه فيها العديد من التحديات والعديد من المؤامرات التي تحاك من أجل تصفية هذه القضية العادلة، ما يسمى بصفقة القرن، والتي من خلالها تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفتيت الوطن الفلسطيني وعزل قطاع غزة وتمرير مخططات من شأنها إلغاء الحق الفلسطيني. نحن نقول من هنا بأننا سنواصل نضالنا العادل المشروع حتى تحقيق حلمنا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة التي تستند إلى كل مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة. نحن نناضل من أجل دولة فلسطينية تحترم النساء، دولة فلسطينية تحفظ كرامة النساء. باسمكم جميعا نقول بأننا سنواصل هذا النضال جنبا إلى جنب مع كل قطاعات شعبنا حتى تحقيق أمانينا وأحلامنا الوطنية.